أهلا بكم مشاهدينا الكرام ولقاء جديد في مؤشر النيل. نستعرض سويا بالأرقام والتحليل أداء مؤشرات البورصة المصرية. اليوم عوضت البورصة ارتفاعاتها القوية لدى إغلاق التعاملات، وقفز مؤشر بورصة رئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 1.34% ليحقق 9234.74 نقطة. وبذات النسبة زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 ليغلق عند مستوى 639.29 نقطة. وامتدت المكاسب إلى مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي أضاف 1.9% إلى قيمته ليغلق عند مستوى 1146.51 نقطة. امتدت الارتفاعات أيضا إلى مؤشر إي جي إكس 20 محدد الأوزان النسبية ليصعد بنسبة طفيفة بلغت 1.74% مسجلا 10578.73 نقطة. هذا وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 5.4 مليار جنيه ليصل إلى 521.5 مليار جنيه بعد تداولات متوسطة بلغت 620.7 مليون جنيه. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا في استوديو مؤشر النيل اليوم الأستاذ صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال. أهلا بك أستاذ صفوت. أهلا بك أستاذ. اليوم السوق عودت الارتفاعات بصورة قوية لدى الإغلاق وكانت هناك أرباح بمعدل 5.4 مليار جنيه. قراءتك لأداء السوق مع هذه الارتفاعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عشان قراءة السوق اليوم هو الأسبوع كله مرتبط مع بعضه، فلازم نعرف المحاور اللي كان بيتداول عليها السوق خلال الأسبوع دوت. نعم. الأسبوع ده فتح على تداولات على انخفاض من أول جلسة الحد والاثنين، وكان في أسباب لدوت. في محورين كان تداولات الأسبوع بيسير عليهم، في أولا كانت تداعيات الدعوة للتظاهر يوم 28 نوفمبر للشهر ده اللي هو يوم الجمعة الجاية، وكان في حدث تاني اللي هو اجتماع الأوبك الخاص بتخفيض الانتاج بالنسبة للسعودية للمقرر أو المزمع انعقاده غدا إن شاء الله. ده اللي على أساسه كانت الأخبار اللي فتح بيها التداولات الأسبوع دوت. لهذا كانت البداية على هبوط. كانت البداية أول ما تم الإعلان عن ميعاد الانعقاد منظمة الأوبك يوم الخميس، فده كان وتلميحات عن القرارات اللي ممكن إصدارها، فده كان أدعى لأن أثر علينا وعلى البورصات الخليجية وخاصة السعودية، ولقينا في مبيعات عرب أثرت في أول الجلسة يوم الأحد تبعها بيع من المؤسسات المصرية. نعم. بالنسبة يعني لخطورة الموقف أو التداعيات اللي ممكن تنشأ عن هذا، ابتدى السوق ده يبقى فيه هبوط كان الاساسي عند المستثمرين ان هو بسبب يوم 28 نوفمبر. بالنسبه للمحور ده اللي هو 28 نوفمبر وتاثيره على السوق، اعتقد ان هو ملوش تاثير قوي، يعني من ايام ثوره يناير لغايه دلوقتي اي دعوة للتظاهر يسبيها بروباجندا كبيرة زي اللي حصل بالنسبة للأحداث ديت أعتقد ما بيكونش لها أي تأثير، بيكون لها تأثير إيجابي على البورصة فيما بعد بالارتفاع. فالانخفاض اللي حصل يوم الأحد والاثنين وتبعه يعني معاودة للارتفاع بسيطة يوم الثلاث بجلسة أمس كان استكمال هي جلسة اليوم، عشان كده جلسة اليوم هي ارتفاع. طب جلسة اليوم كانت هي ارتفاع على غير العادة منذ بقية أيام الأسبوع. تعال نروح لتقرير سريع نشوف اللي في أسباب هذا حركة تداول البورصة كان شكلها إيه النهاردة، ثم نعود لمزيد من التحليل مع حضرتك. إلى التقرير. عودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها القوية لدى إغلاق تعاملات الأربعاء مدعومة بعمليات شراء مكثفة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، مع تراجع المخاوف من دعوى التظاهر يوم الجمعة المقبلة في ظل الإجراءات المشددة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لتأمين المنشآت والميادين. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 5.4 مليار جنيه بعد تداولات متوسطة بلغت 620.7 مليون جنيه.
وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 بنسبة 1.34%. وبذات النسبة زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70، وامتدت المكاسب إلى مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً الذي أضاف 1.9%. وقال وسطاء بالسوق أن المخاوف من تداعيات تظاهرات 28 نوفمبر قد تبددت نسبياً، وانعكس ذلك على عمليات شراء واسعة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، وإن قابلها بعض المبيعات من المستثمرين الأفراد المصريين والعرب. وأشار الوسطاء إلى أن البورصة تتأهب لموجة صعود قوية في الأسابيع الأخيرة من العام، ومرشح هذا الصعود الاستمرار بقوة خلال الربع الأول من العام المقبل على خلفية الأحداث الإيجابية التي ستشهدها البلاد متمثلة في الانتخابات البرلمانية ومؤتمر القمة الاقتصادية المتوقع أن تنجح الحكومة خلاله في جمع أكثر من 12 مليار دولار في مشروعات قومية جديدة. ولفت الوسطاء إلى أن الفترة الماضية شهدت الإعلان عن العديد من الأنباء الإيجابية المتعلقة بالشركات على صعيد التوسعات والاستحواذات وزيادات رؤوس الأموال والتوزيعات على المساهمين، لكن السوق لم تستجب لتلك الأنباء الإيجابية نظرا للحالة العامة السلبية التي كانت تشهدها الأسواق. وتوقع وسطاء السوق استفادة السوق بأثر رجعي من كافة الأنباء الإيجابية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استقرار الأوضاع ونجاح الجولات الترويجية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر. إذن الأجواء السلبية أو الأنباء السلبية في بداية الأسبوع يمكن هي التي أثرت زي ما حضرتك ذكرت يا أستاذ صفوت على المحيط العام لتداولات البورصة في هذه الفترة، لكنها عاودت مرة أخرى الارتفاعات في جلسة اليوم قبيل نهاية الأسبوع. اتجاهات المستثمرين هل أثرت في اتجاهات السوق بشكل قوي هذا الأسبوع؟ طبعا اتجاهات المستثمرين، عشان بس نرجع للنقطة الأولانية، أكتر من مفيش مؤثرات سلبية. المؤثرات السلبية كانت نفسية بالنسبة لأحداث 28 يناير، لازم نرجع للنقطة دي أهم تفسير فيها عشان نقدر نفسر جلسة النهاردة وجلسة بكرة. إن كان السبب الأساسي يعني باين أكتر في حركة المستثمرين، فئات المستثمرين بالنسبة للمؤسسات المصرية والمؤسسات العربية والأفراد العرب، ده اللي هو سبب الهبوط. وسبب معادة الارتفاع قبل أحداث 28 يناير، فده يدينا سبب إن أحداث 28 نوفمبر مش هي السبب في الهبوط أو الأسبوع خالص، بدليل معاودة الجلسات اليوم. طب إيه التأثير اللي حصل النهاردة عشان الجلسات تعود الارتفاع تاني؟ نعم. النهاردة الاجتماع بكرة بتاع منظمة الأوبك، النهاردة النفط السعودي ومدير النفط الإماراتي ابتدوا يصرحوا بأن هم مش هيوافقوا حتى لو طلع قرار خطر زي تخفيض الإنتاج اللي ممكن منظمة الأوبك تطلعه. الوزير السعودي قال أن هم عندهم استيعاب مالي أن هم يستحملوا انخفاض سعر النفط لمدة سنتين أو ثلاثة الفترة القادمة. ده كان مؤشر جيد بالنسبة لمؤشر الخبر السلبي اللي ممكن يصدر بكرة، إن يبقى في استيعاب بالنسبة لأي خبر أو أي قرار ممكن ينشأ بتخفيض انتاج النفط، انتاج السعودي للنفط. نعم. فده عاود خلى فئات المستثمرين النهارده، بالنسبه لتحليل فئات المستثمرين، المستثمرين المؤسسات المصريه والمؤسسات العربيه كان اول حاجه، والافراد العرب كان اول حاجه هم بايعين في جلسه اليوم. حتى صدور هذا الخبر ابتدى فئات المستثمرين تتغير تماما، وابتدى في النص الثاني من الجلسه يتحول المستثمرين المؤسسات المصريه الى الشراء بفرق شراء حوالي 12 مليون، والمؤسسات العربيه برضو بقت بفرق شراء، واصبح جميع فئات المستثمرين المؤسسية كلها شراء. طيب حضرتك اشرت لصناديق الاستثمار المحلية والعربية انها كانت بينتبه حالة من حالات البيع في بداية الجلسة ثم عودة للشراء، لكن صناديق المؤسسات الأجنبية كعادتها في اغلب التعاملات الماضية اتجهت نحو عملية الشراء المكثف. هنا ايه الفرق؟ هو اما المستثمرين الأجانب ما زالوا لغاية دلوقتي هم فرصة شراء، يعني داخلين فرصة شراء. ودايما أنا أقول إن هم طول ما الدولار بيكون فيه ارتفاع في السوق أو عالميا، بيكون استثمارهم في البورصات المصرية والبورصات الناشئة أكتر، بيستفادوا بالقوة الشرائية لارتفاع سعر الدولار. ده متهيألي هو سبب
بالنسبه لاستمرار مشترياتهم. بس النهارده اللي ساعدهم اكتر، لو ساعد ارتفاع السوق اكتر، هو معاوده المؤسسات المصريه للشراء مره اخرى، للتفاؤل بالنسبه للقرارات الاقتصاديه اللي ممكن تصدر من منظمه الاوبك غدا ان شاء الله. نعم، اذا دعاوى تظاهره خاصه بيوم الجمعه ما كانش ليها هذا التاثير القوي والمباشر على البورصه المصريه بقدر حاله الترقب لاجتماع الاوبك. بالظبط كده، لان احنا في تحليلاتنا اول الاسبوع كلها كنا بنطمن الناس ان ما فيش دعاوى تظاهر يشبهها بروباجندا او دعايه قوي كده يكون ليها اثر سلبي ابدا، يعني لان بيبقى في احتياطيات وما فيش دعم اصلا لهذا التظاهر، فبالتالي ملوش اثر، ملوش خوف. واكبر دليل على ان احنا كنا بنطمن الناس بالنسبه لهذا اليوم هو ارتفاع جلسه اليوم وامس. ارتفاع اليوم ليه سبب، فهو ده اللي كان نفس السبب للهبوط اول الاسبوع. اول بدايه الاسبوع، طيب احنا امام مكاسب كبيره لكن احجام التداولات متوسطه، يعني متوسطها النهارده 620.7 مليون جنيه. ليه؟ بالظبط كده، احجام التداول بسيطه برضو، ترجمه لان مازال المستثمرين طول الجلسه النهارده كانت احجام التداول ضعيفه جدا، على الاقل نقصها بالبيع، حتى البيع كان ضعيف اول الجلسه والشراء برضو المقابل كان ضعيف، فده بنسميه ضعف احجام التداول، انه كان نوع من الترقب لما يصدر غدا ان شاء الله، الذي نتفائل به ان شاء الله، يعني ان يكون ما يكونش في اي ضرر بالنسبه للنفط السعودي او بالنسبه لاسعار البترول. طيب احنا امام سوق يعني نقدر نصفها بانها متذبذبه نوعا ما لكنها بتعود للنشاط القوي، هل بيتوقع ان النشاط القوي ده يزداد قوه في الاسبوع القادم؟ اتوقع لسببين ان شاء الله، استيعاب القرارات غدا زي ما بقول في سبب للهبوط، فلازم نقول ان سبب الصعود هيكون يعني انتفاء الغرض او انتفاء السلبيه من يوم 28 نوفمبر، ان هو هيعدي بسلام وهيكون سبب للصعود، فده اتوقع ان بنفس قوه الهبوط اللي شفناها اول الاسبوع الماضي هيكون هي دي قوه الارتفاع اول الاسبوع القادم. تعافي اسواق المال العالميه اللي احنا لاحظناها في الايام القليله الماضيه، هل هيكون ليه مردود على السوق المصري؟ اكتر مردود هيكون علينا هو مردود الاسواق العربيه. نعم، مردود الاسواق الاجنبيه اكتر من الاسواق العالميه. ارتباطنا بالاسواق العربيه دلوقتي معامل الارتباط هو عالي جدا بالنسبه للاسواق العربيه اكتر من الاسواق الاجنبيه. نعم، عشان حتى اسهم الجي دي ار او اسهم شركات الايداع الدوليه، شركات الايداع الدوليه المقايضه بره في حاله استقرار، كان في البيع او الشراء فيها في حاله استقرار، انما العامل الاكبر هو المستثمرين العرب عندنا في السوق المصري وما يتبعهم المؤسسات المصريه. طيب هل في دخول لمستثمرين جدد في السوق في الفتره الحاليه؟ احنا في الربع الاخير من العام او في نهايه كمان الربع الاخير على الساحه السياسيه زي ما احنا شايفين في يعني مجهود كبير مبذول بالنسبه للرئاسه او بالنسبه للاتفاق مع اللي هو يعني يبقى في تعاون مع قطر تاني او كده، ما بقولش ان في استثمارات من قطر، بس كان في مناشده من السعوديه وتم الاستجابه ليها من مصر، اعتقد المناشده السياسيه ديت كان يتبعها اكيد في تفاؤل اقتصادي او تعاون باستثمارات جديده، ده اللي احنا ابتدينا نشوفه يصدر اخبار عنه. لكن وجود فعلي او دخول فعلي لمستثمرين جدد يعقبه راس مال بيمثل سيوله زائده للسوق مش موجود لسه. لا ده مش موجود خالص، ولا اعتقد يبقى موجود حتى لغايه مجتمع الاجتماع الاقتصادي، المؤتمر الاقتصادي المصري هتعقده في شهر مارس الجاي. اذا انت بتعتقد ان الربع الاول من العام هيمر بنفس النسبه لاحجام تداول البورصه الحاليه؟ ما فيش اي محفزات غير ان انا استثمارات فعلا جديده او دم جديد يخش البورصه، ما فيش اي حاجه تدعو لده الا الاجتماع اللي جاي ان شاء الله هو اللي يبقى فيه استثمارات فعليه داخله السوق المصري. اذا ان التوقع بان البورصه تزداد فيها راس المال او تدخلها سيوله جديده مع الربع الثاني من العام القادم، مش قبل كده من وجهه نظرك؟ مع نهايه الربع الاولاني ان شاء الله، ده هنشوف فيه طفرات كبيره باحجام تداول مش طفرات سعريه مضاربيه. طيب تعديلات قانون الاستثمار اللي هي على وشك الظهور في الفتره القادمه لكن يكون ليها تاثير في تعديل وضع التداول او دخول راس مال جديد في الربع الاول من العام؟ اعتقد ان هي ملهاش سبب مباشر قد ما ليها ان هي تمهيد زي ما قلت لحضرتك بالنسبه للاجتماع الاقتصادي اللي جاي اللي هو بيشوفوا رغبات المستثمرين اللي ممكن يستثمروا من اي دوله ثانيه وهيهيئوا قانون الاستثمار الحالي لهذا المؤتمر الاقتصادي ان شاء الله. هنا الجوله الاوروبيه للرئيس السيسي الان يعني مكلله بالنجاح من خلال اخبارها اللي بنتابعها، هل بيكون لهذه الاخبار وهذه الجولات السياسيه تاثير مباشر على احوال البورصه وتداولاتها؟ اي مجهود سياسي لازم يعقبه مع جهودك يعني نتيجه اقتصاديه. نعم. بالتفاؤل بالنسبه لاستثمارات الدوله اللي انا قاعد معاها، ان انا بدعم مصر باستثمارات جديده، بدعم مصر حتى لو
فتح مشاريع تعاون مشترك، تعاون في مشاريع مشتركه في المشاريع القوميه الكبيره اللي مصر هتقوم بيها ان شاء الله. يعني احنا بنشاهد من فتره لاخرى قدوم بعض مستثمرين العرب، كان اخرهم 150 مستثمر سعودي كانوا في زياره لمنطقه قناه السويس لمشاهده المشروع على الطبيعه. هذه الاخبار عن مجيء المستثمرين او اقبالهم على التواجد في مصر في هذه الفتره بيكون مردودها ايه؟ هو مردودها تم فعلا، لان البورصه بتسبق الحدث او بتسبق الحدث الاقتصادي، ان مجرد التفاؤل والتعاون في مشاريع مشتركه لاحقه بالبورصه بترتفع قبليها. بعد كده لما يكون في استثمار فعلي وشفنا في فلوس داخله، دوت هو اللي بيفرق في طفره الاسعار. نعم. انما فعلا احنا متاثرين بهذه الاخبار الايجابيه كلها للفتره القادمه ان شاء الله. هو ايه المردود اللي بتنتظره البورصه من عقد اللقاء الاقتصادي المزمع اقامته في مارس؟ طبيعي ان احنا عندنا استثمارات كتيره، ما عندناش حدود تمويل قوية أو سيولة داخل البلد عشان يعني تقدر تمول هذه المشاريع القوية إلا عن طريق المشاركة مع مستثمرين أجانب. حتى أول مشروع عملناه مشروع قومي اللي هو مشروع محور قناة السويس، تم تمويله من شهادات استثمار فسحب سيولة كتيرة من السوق. فبالتالي لو في اي مشاريع قوميه جايه متهيألي مش هتلاقي نفس القدر الكافي من التمويل، فلازم تكون في مشاركه اجنبيه من مستثمرين اجانب. طيب تعالى نعود مره اخرى للمؤشرات، وتعالى نتوقف امام اي جي اكس 30 اللي قفز اليوم بنسبه 1.34%، يعني 1234.74% نقطه. نقاط الدعم والمقاومة المتوقعة برأيك للمؤشر؟ لو جينا نحلل المؤشر فنيا هنقول المؤشر ما زال بيتحرك في قناة عرضية بين 9000 نقطة لغاية 9500 نقطة. نعم. فحركة تذبذبية الفجوة بتاعتها واسعة، يعني بعيدة شوية عن بعض بالنسبة للجلسة الأخرى. النهاردة احنا قفلنا عند 9234، أعتقد بكرة لو في أنباء إيجابية عن يعني استيعاب بالنسبة للبورصات العربية والبورصة السعودية خصيصا، ودي اللي هتبقى ماشية مع البورصة المصرية في الافتتاح، يعني كنوع من المراقبة مع حركة المستثمرين العرب كشراء، أعتقد أن المؤشر ممكن يتخطى مستوى 9300 ويغلق قرب مستوى 9380 نقطة غدا إن شاء الله. ده إي جي إكس 30، لكن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 أغلق أيضا على مكاسب وصلت 1.34%. تفسيرك للنشاط المتواصل لأسهم هذا المؤشر إيه؟ أسهم المؤشر طبعا خلال الفترة ديت بيشهد نوع من المضاربات قوية جدا، حتى الارتفاع بالنسبة للأسهم أو بالنسبة له يعني الأسهم محتوى هذا المؤشر بيكون ارتفاع سعري أكتر ما هي ارتفاع كمي بالنسبة للأسهم، فده ناتج لعمليات المضاربات. بس تخطي المستوى 630 نقطة كان مديله دعم قوي لأن هو يستهدف في الفترة القادمة بالتوازي مع مؤشر إيجيكس 30 إن يستهدف مستوى 660 نقطة إن شاء الله. الأسبوع القادم توقعاتك له، وأيضا جلسة الغد توقعاتك لها إيه؟ جلسة الغد زي ما قلت حضرتك من شوية هي متوقفة على عوامل مالية معينة اللي بيها أتوقع استهداف، أو يعني مؤشراتها بانت في آخر الجلسة النهاردة إن ممكن نتخطى ونغلق عند مستوى 9380 نقطة إن شاء الله. ده بالنسبة الأسبوع القادم إن شاء الله هيكون ده مستوى افتتاحي لاختبار مستوى 9550 نقطة. العقبة الأساسية بالنسبة للسوق المصري كإغلاق أسبوعي اللي بيها فعلا يشكل اتجاه صاعد لغاية آخر السنة. عظيم. حتى الآن دي التوقعات لهذا الربع الأخير من العام، أن يستمر الوضع كما هو، وأيضا في البداية المبكرة للعام أو الربع الأول من العام حضرتك بتتوقع أن تستمر هذه الحالة اللي بتمر بها البورصة ما لم تدخل سيولة جديدة أو استثمارات جديدة الدولة. ماذا عن تعديل داخل البورصة نفسها؟ يعني الفترة القليلة الماضية شهدت مجموعة من التعديلات في قانون البورصة وتسجيل وما إلى ذلك، وكان لها يعني قيل أن لها تأثيرات إيجابية عليها. هل ما زالت البورصة بتحتاج لأشياء أخرى، تحتاج إلى تعديل أو وقفة بداخلها؟ البورصة يعني كمؤسسات القيد بالنسبة للبورصة، نعم، ما زالت في مرحلة الترويج للقيد، إذا كان خاصة ببورصة النيل أو البورصة العادية. مع بداية السنة إن شاء الله ومع يعني بوادر الرؤية بانفتاحات اقتصادية أو استثمارات جديدة، هتكون الشركات المقيدة
متهيألي هتكون أكتر، يعني عام 2015 أعتقد هيشهد عمليات قيد شركات جديدة أكتر، وأغلبها هيكون خاص كمشروعات لوجستية بالنسبة لمحور ممر قناة السويس الجديد. بيتسادى موقف دائما في البورصة قطاعات بعينها، منها قطاع البنوك وقطاع العقارات، هل أيضا ستحدث نوع من أنواع الطفرات في ظهور قطاعات جديدة؟ والبعض كان بيتوقع أن قطاع الاتصالات يكون قائد هذه الطفرة في الفترة القادمة، ما رأيك؟ بالنسبة للقطاعات الأنشط، طبعا أول قطاع بيستجيب هو القطاع المرتبط بأكبر نسبة استثمار في خلال الجلسة، اللي هم المستثمرين الأفراد اللي دايما بيكون نسبتهم من 60-70% من أحجام التداول اليومية. فبالتالي الأنشطة أو القطاعات اللي بتشهد نشاط زايد من الأفراد بيكون أكتر استجابة لأي ارتفاع في السوق مثل قطاع العقارات. بالنسبة لقطاع الاتصالات، هو متوقف لسه على إجراءات الرخصة الرابعة وحلول المشاكل المرتبطة بيها. أعتقد لما يكون في حلول مرتبطة، يعني حلول جذرية بالنسبة لإصدار الرخصة الرابعة، هيكون في نشاط أقوى بالنسبة لشركات الاتصالات الثلاثة في مصر، وبالتالي اللي هي أسهم قيادية عندنا فعلا في السوق المصري. أستاذ صفوت عبد النعيم، أنا بشكرك على هذه المتابعة والتحليل في مؤشر النيل اليوم لأحوال البورصة المصرية. شكرا لك. شكرا لك. كل مشاهدينا انتظرونا في تحليل جديد ومتابعة جديدة للبورصة المصرية بالغد في مؤشر النيل. شكرا لكم.